بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أسرة أسرى العارفين، معكم محمد علي. هنتعلم النهاردة إزاي نكشف عن وجود حسد في المنزل أو وجود سحر في المنزل فقط بكوب واحد من المياه. موضوع سهل وبسيط عشان في ناس بيحصل عندها لخبطة كتير، ناس بتكون عندها إصابة بالحسد معتقدين ان هو سحر، لان الاعراض كلها تعتبر بنسبة 90% متشابهة. ناس بيكون عندهم مشاكل في المنزل. يعني ايه مشاكل في المنزل؟ يعني عمار المنزل او ساكنين المنزل من الجان بيبقى عندهم نوع من انواع الشراسة او من الفئة الضالة، فبتعمل معاكسات مع اصحاب هذا المنزل. احيانا بعض الاشخاص بيتعرضهم للسحر او التسليط. هذا السحر والتسليط بيسبب نوع من انواع الاستثارة في المنزل، لأن خدام السحر لما بيدخلوا مكان لعنة الله عليهم بتوكيل من الساحر، بيبدأوا من هم مش بيأذوا بس البشر أو بني آدم اللي ساكن هذا الدار، بيأذوا كمان العمار، فبيبقى في معركة دايرة في المنزل، في مشاكل حاصلة في المنزل، وأنا مش قادر أحدد اللي عندي ده سحر ولا حسد ولا عين ولا هي إيه. الكوارث اللي بتحصل في حياتي، التعطيل اللي بيحصل في حياتي، في تعطيل مثلا في أمور الرزق، تعطيل في أمور الدراسة، تعطيل في أمور الزواج، كتير قوي بيشتكي من الموضوع ده وأنا مش قادر. النهاردة بكوب واحد فقط من المياه هنكشف ونحدد طبيعة المشكلة اللي موجودة في المنزل إيه. لو كان المنزل مفيش فيه أي مشاكل، لو كان المنزل فيه سحر، أو لو كان المنزل أهله مصابين بحسد أو عين، كل ده هيظهر وفقط في قراءة قرآنية مش هتستغرق منك أكثر من 10 دقائق. للناس اللي هي مش عايزة تعمل حلقات الكشف، وإحنا دايما بنحاول ندعم أو نعمل دعم لأسرة أسرى العارفين، لو أنت حابب تنفذ برنامج علاجي وما عندكش الوقت في البرامج القصيرة، لو أنت عندك الوقت تقدر تعمل البرامج الكبيرة، لو أنت عايز تعمل الكشف عن منزلك وتحدد الإصابة، مفيش أسهل من كده. بحيث أن أنت ده مبدأنا في أسرار العارفين، ان انت ما تحتاجش لحد، ان انت تعالج نفسك بنفسك. كثير يعني يمكن اكتر من 30 حالة في حالات الاستشارات والكلام ده جايين ضحايا لبعض الاشخاص اللي هم كانوا بيعملوا نوع من انواع حملات التطهير ومش عارف ايه والكلام ده، فطبعا يعني ربنا يهديهم او ربنا يهدهم ويبطلوا خداع للناس. فإحنا في مدرسة أسرى العارفين غرضنا الأول والأخير أن أنت تتعلم العلاج بنفسك وتخلص نفسك بنفسك. هندخل على الطريقة. أنت بتحضر يكون كوب زجاجي زي ما أنتوا شايفين، كوب ما يكونش عليه رسوم، أي كوب عليه رسوم مش هينفع. بحضر مياه طاهرة، ويفضل لو كانت مياه آبار زي المياه المعدنية اللي بتتباع في السوبر ماركت، أو مياه أمطار أو مية زمزم. هنحضر كوب من المياه زي ما أنتوا شايفين ويكون شفاف، وببدأ أن أنا أقربه من الفم، بقرأ عليه مفتاح نجاح الأعمال، وهو مفتاح أي علاج أو أي طريقة إحنا بنقوم بها في أسرى العارفين، لأن هو مبني على وصية من وصايا الله عز وجل للمؤمنين، وهو الصلاة على سيدنا النبي. بنقرأ الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وبعدين ببدأ أقرأ سورة الجن 3 مرات فقط على المية. وفضل وأنا بقرأ أكون في حالة خشوع، يكون القرآن الكريم قدامي، وبستحضر عظمة الله عز وجل وأنا بقرأ سورة الجن 3 مرات، وبعدين بقرأ سورة الزلزلة 3 مرات، وبعدين بقرأ كافها يا عين صاد 195 مرة، وبعد ما انتهي أقول يا رب ببركة هذه الصور الكريمة والآيات المباركة والأحرف النورانية كافها يا عين صاد، أن تكشف لي في هذه المياه إن كان منزلي به من الحسد فأرني إياه، وإن كان من السحر فأرني إياه، وإن كان منزلي طيب أرني إياه. طيب في حالة الحسد هيحصل إيه في المياه؟ أنا أفضل أن أنت تعمل علامة على المياه، يعني انت تعمل علامة على ارتفاع. اذا بعد القراءة وجدت في ان المياه بتنقص، بعرف هنا ان المنزل عليه تسليط ووقع عليه نوع من انواع السحر. فعليا لو المنزل فيه سحر او اصابة بسحر او تسليط، هرى ان المياه بتنقص. طب حابب اتأكد، اعيد القراءة تاني يوم واعيد القراءة تالت يوم، وممكن اضع عليها 2 أو 3 قطرات من مسك الغزال الاسود، اضع عليها 1 أو 3 ملاعق من ماء الورد قبل القراءة. مهم جدا 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 للناس اللي عندها فعلا سحر او متأكدة ان عندها سحر وبتعمل الطريقة دي، يعملوا تحصين. ليه؟ لان انت بتعمل زي نوع من انواع الاسكان او الكشف عن العوارض اللي بتتردد لهذا المنزل. فحاول ان انت تحصن نفسك، مش هتتأذى ولا حاجة، ولكن هو من باب الاحتياط. يعني طب احصن نفسي ازاي؟ الحلقة اللي جاية نتكلم عن تحصين قوي جدا 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 لهذا الموضوع. تحصين تروح تقعد مع الساحر وتحط صبعك في عينه وتتحدى ان هو يعرف عنك شيء او ان هو يأذيك.
تحصين قوي جدا اتكلم عنه، مش حابب ان انا احرق الحلقه، هتشوفوها المره اللي جايه. طب انا عايز اعمل تحصين سريع، اعمل ايه قبل ما اعمل الطريقه ديت عشان ما تعطلش الحلقه اللي جايه او مثلا ميعاد نزول الحلقه اللي جايه؟ تقرا قبل تنفيذ هذه الطريقه آية الكرسي 21 مره وبتنفذ هذه الطريقه. انا لو ممكن عملت الطريقه دي انا ممكن اتاذى، او ممكن الخدام السحر، او ممكن يحصل معايا شيء. لا، مش هتتاذى اطلاقا، ولكن الموضوع ممكن ان انت هتظل في خلال يومين ثلاثه عمال تحلم بالساحر واللي راح للسحر والكلام ده. انا مش حابب ان انت تتعرض لهذا النوع من الاذى النفسي او المعنوي، فبتقرا آية الكرسي 21 مره قبل عمل هذه الطريقه. طيب ده في حاله ان كان في سحر، المياه تنتقص. لو في حاله ان في عين، هترى ان المياه بيحصل فيها نوع من انواع الاصفرار، لون المياه بيتغير، بس ما تحطهاش في مكان يكون فيه غبار او مكان فيه تراب وتقولي لون المياه اصفر. لا، لو في حاله ان في عين او حسد، هترى ان المياه يعني فيها نوع من انواع تغير اللون. طبعا احفظها في ركن من اركان المنزل، ويفضل لو كانت في اتجاه قبلة الصلاة. يعني لو قبلة الصلاة في هذا الاتجاه، اروح عند اقرب حائط في اتجاه قبلة الصلاة واضع كوب المياه. طيب لو المنزل بتاعي ما فيش فيه اي مشكلة او ما عنديش اي اصابات في المنزل بتاعي، هرى ان المياه بتحيا من ذكر القرآن الكريم، وهترى فيها اثر بعض فقاعات الاكسجين، ومش هتنتقص او لونها يتغير. دي من المجربات القوية جدا. كمان عايز اقول لك ان هذه الطريقة بتكشف لك في منامك، انا نصيحتي ان انتوا تعملوها لمدة 3 ايام. الطريقة دي بتكشف لك في منامك مين الساحر او مين فعل السحر. وعايز اقول لك ان بعد ما تنتهي منها، المايه دي لازم تلقى خارج المنزل، ما ينفعش تحتفظ بيها في المنزل، لان هي بتكون سحبت طاقه سلبيه قويه جدا من المنزل وعملت كشف للاصابه اللي موجوده في المنزل. فيفضل اننا نلقيها في اي نهر او بحر، او نلقيها في اي مكان ما فيش فيه سكن او ما فيش فيه منازل. دي من الطرق السهله والجميله جدا اللي بتكشف عن المكان. ممكن ان انا اغير الطريقه وبحضر كوب المياه، بس يكون نصف كوب، وبقرأ القراءة بتاعتي اللي أنا قلتها، مفتاح نجاح الأعمال 19 مرة، اللي هو الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، وبسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وببدأ أقرأ سورة الجن 3 مرات، وسورة الزلزلة 3 مرات، وألف في أركان الشقة وأنا ماسك الكوب في إيدي اليمين، وأبدأ أتحرك في أركان الشقة أو أركان المنزل أو حوالين المنزل، وبقرأ كاف هاء يا عين صاد، كاف هاء يا عين صاد، في المكان اللي موجود فيه السحر أو المكان اللي موجود فيه سحر مرشوش. هتشعر إن الكوب في حالة ثقل في يدك، أو ممكن تلاقي إن المياه بتحاول إن هي تخرج من الكوب. ما تستعجبش، دي بتكون علامة من علامات أنوار وتجليات القرآن الكريم. إخواني الكرام، عايز أنبه على حاجة مهمة قوي، عشان بيظلم فيها الناس عشاق الذكر. أنا لما بقرأ القرآن الكريم أو بقرأه بعدد أو بقرأه بطريقة ورد معين أو ثابت بالضبط، هو الموضوع زي نوع من أنواع التمارين، مش تحضير للجن المسلم. الجن المسلم أحيانا بيستعين أو بيذهب، لما ذهبوا لسيدنا رسول الله، هم لو قادرين أن هم يعني يحلوا مشاكلهم بنفسهم ما كانوش ذهبوا لسيدنا رسول الله، ما كانوش راحهم لسيدنا رسول الله وبعت معهم سيدنا الإمام علي عشان يحارب فئات الجن الضالة المعتدية على الجن المسلم. أنا ما بنكرش وجودهم، ومش بنكر أن هم من عشاق القرآن الكريم، ولكن أنا غرضي واللي بعلمه لأهلي وأسرتي، إن أنا غرضي من الذكر هو تمرين الروح، تقوية الروح، استمداد تجليات وأنوار القرآن الكريم من الذكر. الناس اللي قاعدة تفكر إن هذه الأعداد بتحضر جن، أقول له أنت مخطئ، أنت محروم وظالم نفسك من تمارين الروح بالأذكار والأنوار وأسماء الله عز وجل. أنت لما بيكون عندك ضعف في شيء معين في جسدك، بتروح النادي الصحي، بتروح لدكتور العلاج الطبيعي، يبدأ عند المنطقة اللي فيها أصابة يعمل لك بعض أنواع التمارين بتكرار بأعداد معينة في أوقات معينة من الأسبوع، مرتين ثلاثة في الأسبوع، عشان تقوي الضعف اللي موجود عندك. كذلك الأذكار والأوراد والصلاة على سيدنا النبي، أنا عندي ثغرة، عندي ضعف، عندي مشكلة نفذ منها الجن والشياطين في حياتي، فأنا بعمل ورد قرآني يسد هذه الثغرة، بعمل تمرين قرآني يفتح معايا أبواب الخير ويقفل عليا الثغرات دي. مش عشان أحضر جن مسلم وأحضر خدام آيات والكلام الفاضي ده، احنا ملناش اي علاقة بيه. ويا سيدي الفاضل اللي بينشر هذه المعلومات، عايز اقول له يعني ما اصغر عقلك وما اصغر فهمك للقرآن الكريم وباطن القرآن الكريم وانوار القرآن الكريم. نفذوها وتعالوا اكتبوا التجارب بتاعتكم. وانا بدعي الناس اصحاب تجارب الشفاء ان انتم ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الميل وتسجلوا تجارب الشفاء بتاعتكم، وانا انشرها معاكم، ممكن نعمل لايف او ممكن نعمل معاكم تجمع او مقابلات وتنشروا تجارب الشفاء بتاعتكم وتكونوا سبب في نشر العلم. السلام عليكم.